إمام عاشور، المورال يعني الخلاصة، إيه أكبر انتصاراتك؟ ممكن أهداف وكده ولا لازم انتصاراتي يعني؟ الحاجة اللي حققتها وحسيت إن أنت مبسوط إنك حققتها، فخور بيها، فخور بنفسك. إن أنا حسيت إنك انتصرت في يوم من الأيام، إن أنا لعبت طبعاً النادي الأهلي، وإن أنا لعبت طبعاً جنب محمد صلاح. ده كان أمنية حياتي أو حلمي قدامي، إن أنا ألعب مع كابتن محمد صلاح في المنتخب طبعاً. إيه أكبر مخاوفك؟ أكتر حاجة بتقلقك؟ العين والحسد. العين بتخاف من الحسد؟ قوي.